العربات هذه اللي تبيع كرات اللحم، تجيب الدجاج، تجيب السمك، تجيب اللوز. طبعا حارب نار بيسخن على طول الرجال، شوف شغال دكا دكا يشغل على طول. طبعا هذه زلطه بكيتشب، وهنا زلطه حاره، وهنا باللوز. منطب؟ منطب منطب منطب. الحمد لله الحمد لله. وهنا ما شاء الله تبارك الله اللي دائما بيبيع بنتول معروف ما شاء الله تبارك الله، مصر منطقة الناس صاروا يجوا من بعيد بس ياكلوا بنتول من عنده. هنا يا منى ادوي شوف زي العادة بيسخن. هذا المنطر بالتلفون، هذا المنطر بالتلفون تاهو. هنا بكرات لحم، هنا عصب، هنا بالدجاج. ما شاء الله تبارك الله يزيد منك صدق محل ما شاء الله على طول عندنا. طيب هذا عصب محل زكريا، زلطة حارة زي العادة يعني، والأفضل ناكل بقرنب. سنويا وانا عنده ما اخذ الا 50,000. ها شو زباين ما يفضى مكانه مره، وهذا زي منتو نفس طعم منتو ان شاء الله تبارك الله يزيد من فضله. هذا رايح هذا جاي، هذا رايح هذا جاي، ما شاء الله تبارك الله ماشي شغله. يا من تبي ياكل يا من يا من ما شاء الله. أكثر شيء أفكر إني إذا رجعت مكة راح أشتاق لبنتول هذا. الزباين صلاة عليهم. وهنا سوق شعبي، أي شيء تحصل فيها من مأكولات شعبية، من أشياء خردوات، ذكريات، ميداليات، والأشياء يسووها يدوية كلها هنا موجودة. هذه الآن تبيع بيض مطجن، مسوي زي العود كذا. وهذا كرات اللحم اللي تتذكر بس انه مقلي، ناخذ حبه من هذا وحبه من هذا جدا طيب. شوف الان هي بتسوي لنا البيض على شفتوا، وهذا بيض ترى اوكي بيض مطجن بس انه حاطين بيض. يا سلام، قلنا حبه كرات لحم وحبه بيض. أهم شيء تحط لي شطة، في طعم كيتشب وفي شطة. أبي؟ إيه بيكين بيكين. إذا حطت لي شطة مع كيتشب. تقريبا الآن ثلاثة سياخ ب5,000 يعني تقريبا بريال وربع. لا ما في. كلام. هي حطت لي بالمكرونة شعرية بالأرز. والله طعم. وهذه كرات اللحم تتذكر السناب الماضي اللي صورت بالسيل هذاك كان مسلوق، وهذا مقلي. سلام قولوا ما شاء الله. يلا تعرفوا مع المطر الواحد لازم يركن على الجنب ويدخل اقرب مطعم ولا اقرب نقانق. هنا ورن يبغانا اجرب، قلت تاهو بالسوق كذا خلينا اجرب، قالوا مره طعم ب10,000. Ramadan, apa itu mana? Ini kembang tahu. Apa? Kembang tahu. Kembang tahu. Nyaman enggak? Nyaman, enak. Aduh, ada jahe-jahenya. Iya. Sama-sama, Bang. Ya Ramadan, ini ikan kamu tuh obat ini ya. Ini obat. Gala dawa ini. Mu dawa ini saya andaran zaman ke Turki habis dan atau andar syaran. Nishrab sahlab. Nishrab hajat hara kita, sakhna. Sama ada andar dinus zai kita. شيء سخن، سخن الجسم على قول ما انطب هنا نعمان يا نعمان يا ادوي نجرب والله شيء غريب زي كريم كراميلا كده بشيء.
وي 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 حار طعم كده هيل على قرنفل والله شيء عجيب. رد عن مرة لا معلش باليسار يا عشان صوت بابا يرجع بابا حار كده انا عارف شيء. حتى الطعم دي كيف غريب. شوف هذا منتو منتو بنجري والله مقلي كده فاهم غير ال ماشي هذا كرومبو. ini tadi nama apa ini nyampe nyampe ya زي كرومبو كده جدا طيب. ها حبايبي هذا بيض مسلوق بعد كده يقلوه ثاني مره هنا كده برضه انا على صوت حاره. بسم الله الرحمن منتاب شايفين ايش هذا مقادم دجاج من اسمه رجل دجاج برضو حط زي كده والله ادمان جماعه. ده الرجال ما شاء الله هذا لي تقريبا 8 سنوات اقابله دائما. بسم الله الرحمن الرحيم كيف وجهكم شوفوا حارب نارو شغال زي كده بس من بعد عصر الى الساعة 8 او الساعة 9 الليل ما شاء الله يطلع ذهب. بابا ينقل يقول لي مفتكرني لانه كل سنة لما اسافر بنجر على طول اجيله وفي العصرية زي ذلك حصلنا على طول عنده اتكي اكل لي حوالي 20-30 حبة فقلت ابا استفسر ذا المرة. بابا دي حصلنا بقي بنا حصلنا الحمد لله الحمد لله يعني هو بيقول لي ما شاء الله الدخل يومي صلاة على النبي ما شاء الله تبارك الله. طبيب ما هو بقيت أبغى أفهم دقيقة ثانية. ini apa ini apa ini. Oh ini adanya tahu sama tempe telur ada kaki ayam terus ada pempe. Pempe. والله طيب. زي ما قال كل شيء مقلي. وبزلة حارة أنا ما أحب زلة حارة جوا. هذا بيض طبعاً يا مال غير بيض. بسم الله. منتب كيف اختراع بسيط هذه كهرباء الان لانه ادى المغرب الحين بيولع لمبه شوف دراجه حط الانبوبه هنا الكهرباء جوا الطريق يعني شغل ما شاء الله تبارك الله اي واحد بياكل ينقنق هنا واعطوه يشرب مويه من هنا ما شاء الله تبارك الله. الكاريكاتير هذا عباره عن يعلم بعض الناس بعض الزباين يعني اذا اكلت حطيت الوجبه او البيض في الزلطه خلاص لا تقعد تحط ثاني مره يعني لانه في ناس بعد بياكلوا حاول تاخذ الملعقه هذه تستخدم ملعقه وتحطه برا يعني برا لا ما تدخل يدك بس جايبه عن طريق الكتاج اللي يفهم عاد من ضمن الاكلات الشوارع هذه نهايتها في الشارع الرز مع البيض تفضلوا ها كيف رمضان هنا نعمان يدو نعمان نعمان مانتب تفضل جبعة خير